أهلا بكم مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم منذ قليل هذا المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي للإجابة على العديد من الأسئلة فيما يتعلق بقرارات البنك المركزي الأخيرة، أهمية هذا الإجراء في اتزان الاقتصاد المصري، تأثيره على السلع والخدمات وعلى المواطنين. أيضا من تصريحات محافظ البنك المركزي أنه سعر الصرف المرن بيهدف لاحتواء التضخم ويضع الاقتصاد المصري على بداية المسار الصحيح. من ميزات هذه القرارات سد الفجوة بين السوق الرسمي وغير الرسمي، توحيد السعر بيعطي اطمئنان لدى المستثمرين في العديد من المجالات، أيضا زيادة الحد الأدنى للأجور كان من الخطوات الاستباقية اللي قامت بها الدولة قبل هذه القرارات لحماية المواطن من هذه الإجراءات، زيادة المعاشات المختلفة، زيادة عدد المستفيدين من تكافل وكرامة لخمسة ملايين أسرة. لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسام عيد الخبير الاقتصادي. أستاذ حسام، بعد التحية، قرارات حاسمة للبنك المركزي المصري، قراءتك لهذه القرارات ومدى تأثيرها على كبح جماح الموجة التضخمية؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. طبعا زي ما تابعنا كده خلال صباح اليوم، عقب انتهاء اجتماع لجنه السياسات الماليه الاستثنائي والذي اقر فيه رفع معدلات الفائده بمقدار 600 نقطه اساس، وايضا اتخاذ او اتباع سياسه سعر صرف اكثر مرونه، اي ترك سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبيه الاخرى، يتحدث حسب اليات السوق وهي اليات العرض والطلب. ده كان امر انا شايف من وجهه نظري ان ده قرار جاء متاخر جدا يعني، ولكن يعني انا بشفق على لجنه السياسات الماليه والتي تعتبر هي من اهم واصعب مراحل الاقتصاديه والازمات التي تشهدها الدول العالميه بصفه عامه. أنا شايف إن لجنة السياسات النقدية هي بطل المرحلة الراهنة، وهذا القرار هو قرار صائب جدا، سواء بتحريك وتحرير سعر الصرف، وده طبعا هيكون ليه يعني رد فعل إيجابي على حركة التدفقات النقدية وخاصة الأجنبية على الاقتصاد المصري، ومزيدا من الاستثمار المباشر، وهنشوف فيه مزيدا من جذب رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية من قبل المؤسسات العالمية إلى التي قد تضخ خلال المرحلة المقبلة بالاستثمار في الاقتصاد المصري بمختلف القطاعات الإنتاجية، بالتزامن مع تطبيق والتوسيع في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأيضا برنامج الطروحات الحكومية والذي يهدف إلى يعني دخول المستثمر الاستراتيجي خلال الفترة المقبلة وضخ مزيدا من الأموال المستثمرة الأجنبية. وطبعا ده هيكون ليه عائد ومردود إيجابي على المؤشرات الاقتصادية، خاصة على الاقتصاد الكلي بصفة عامة، ويدفع مؤشرات النمو نحو الارتفاع وتحقيق المرجو منه والمتوقعة من أغلبها من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية، زي مثلا صندوق النقد الدولي وصندوق البنك الدولي، ونشوف فيه تحقيق لمستوى أو معدلات نمو قد تتخطى نسبة 5% خلال العام الجاري، وده عن طريق أو من خلال التدفقات النقدية الأجنبية التي سوف تضخ بعد هذا القرار الهام جدا، والقضاء على السوق الموازية واتباع سياسة سعر صرف أكثر مرونة. وطبعا دي كانت من أهم متطلبات الاستثمار أو زيادة الاستثمار صحيح. المباشر. صحيح. أستاذ حسام، يعني تأثير قرارات البنك المركزي على الأسواق وتوفير السلع أيضا كيف تراه؟ يعني أنا شايف إن قرار رفع الفائدة أيضا جاء بالتوازي أو بالتزامن مع قرار التحرير واتباع سعر صرف أكثر مرونة، سياسة سعر صرف أكثر مرونة. ده كان إجراء احترازي لكبح جماح التضخم وعدم صعود الأسعار للسلع والخدمات الأساسية بشكل يعني قوي جدا عقب اتخاذ قرار التحريك. أنا شايف إن هو
هناك يعني اتجاه من قبل لجنه السياسات الناديه بالحفاظ على مستويات الاسعار، طبعا ده باتخاذها قرار رفع معدلات الفائده باكثر من بمقدار 600 نقطه اساس او 6%. اعتقد ان هذا القرار جاء للحفاظ او على استقرار اسعار السلع والخدمات الاساسيه بالتزامن مع يعني دخول او اقتراب شهر رمضان، والذي بطبيعته يعني هو شهر بيتجه فيه اغلب المستهلكين الى زياده القوه الشرائيه لديهم واتجاههم الى الحصول على السلع والمواد التموينيه بشكل كبير جدا قبل بدايه هذا الشهر. صحيح. أعتقد أن هذا القرار قد يؤدي إلى وجود ثبات أو يعني كبح لجماح ارتفاع معدلات الطلب من قبل المستهلكين ومن قبل المصريين، بالتزامن أيضا مع بعض الإجراءات التي تتجه إليها الحكومة بتوفير السلع التموينية عبر منافذها بشكل عام، وده بيؤدي إلى استقرار الأسعار نسبيا. وهنا يأتي دائما سؤال المواطن أستاذ حسام، يعني هذه القرارات دائما المواطن لديه تساؤل، والدولة بتضع شعار المواطن أولا في مختلف الإجراءات، لكن كيف ستنعكس قرارات البنك المركزي لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين في الفترة القادمة؟ يعني خلينا نقول ان الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بصفة عامة والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري بصفة خاصة هي أزمة تتلخص في نقص إمدادات وارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي ارتفعت تكاليف استيراد أغلب السلع والخدمات الأساسية. أنا شايف إن اتجهت الحكومة بعد دراسة كافية للأزمة العالمية الحالية، واتجهت نحو زيادة المنتج المحلي، لأن زيادة الجي دي بي أو الناتج القومي الإجمالي المصري هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة العالمية، وهي أيضا هي السبيل الوحيد لانخفاض حدة الأزمة على الاقتصاد المصري، وبالتالي هتنعكس أيضا على انخفاض حدتها على المواطن المصري، وده هيكون من خلال زيادة الانتاج المحلي وزيادة المنتج المحلي. واحنا بنلاحظ خلال الفترة الأخيرة زيادة الكميات المعروضة من قبل الحكومة وعبر المنافذ الحكومية من المنتجات المحلية من السلع الأساسية، وده طبعا أدى إلى وجود يعني تحكم في عدم تسابق الأسعار نحو الارتفاع، وشاهدنا ولاحظنا أن فيه هناك استقرار ووفرة في جميع السلع الاستراتيجية قبل بدء الشهر الكريم. أعتقد أن اتخذت الحكومة أيضا اتجاهات بتحديد بعض الحصص الانتاجيه من هذه السلع، والزام المنتجين الى وجود وفره في المنتج المحلي خلال منافذهم، وايضا من خلال المنافذ الحكوميه خلال الفتره الحاليه. دي كلها اجراءات قد تنعكس او انعكست على حياه المواطن او على المواطن المصري. صحيح. والسلع ايضا وتوافر السلع، يعني من الاخبار لدينا انه رئيس الوزراء بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتابع غدا اجراءات الافراج عن البضائع بميناء الاسكندريه. هذه الخطوه والرساله من وراء تواجد رئيس الوزراء بنفسه في ميناء الاسكندريه، يعني خلينا طبعا نقول ان طبعا ده اجراء اهم جدا، ويعني اتخذته الاداره التنفيذيه للدوله بقياده السيد رئيس الجمهوريه، وخاصه بعد توافر الكميات المطلوبه من النقد الاجنبي بعد الصفقه، والتي تعتبر يعني من اكبر الصفقات واضخم الصفقات للاستثمار المباشر التي حدثت في تاريخ الاقتصاد المصري، وهي صفقه راس الحكمه بالشراكه مع الجانب الاماراتي، والتي سوف يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري وعلى توفير السلع والإفراج عن أغلب السلع التي يتم استيرادها خلال الفترة الأخيرة. وطبعا كان في توجهات من قبل القيادة السياسية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية بتوجيه النقود أو النقد الأجنبي للإفراج عن السلع الاستراتيجية، وده هيكون ليه تأثير إيجابي وحدوث توازن بالكميات المعروضة مع بالتوافق أو بالتزامن مع ارتفاع حجم الطلب زي ما ذكرنا خلال الفترة الراهنة، وما
يعني بطبيعه هذا الشهر وارتفاع معدلات الطلب على السلع والخدمات الاساسيه، طبعا كانت هذه التوجهات لحدوث او وجود وفره كبيره جدا من الكميات من السلع الاساسيه صحيح. والاستراتيجيه خلال الفتره الراهنه، ده يؤدي الى استقرار اسعار اغلب السلع ووجود وفره بالكميات المعروضه بالاسواق سواء الحكوميه او الاسواق الخاصه، وبالتالي هيكون هناك يعني تخفيف لحده الازمه التي شهدها الاقتصاد المصري بصفه خاصه والاقتصاد العالمي بصفه خاصه من نقص امدادات وقله الكميات المعروضه عالميا خلال العامين الماضيين. صحيح. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ حسام عيد الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.